السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء في كلية المصطفى الجامعة، أهلا ومرحبا بكم. اليوم راح نناقش بيولوجي ليكتشر نمبر 4 that continues to discuss cell division. However, this time we will discuss the reduction cell division and the production of germ cells or production of gametes, which is unlike or dislike أو ما تشبه عملية replication or duplication division اللي هو الميتوسيس. هنا عندنا شوية process more complicated أو أكثر تعقيد بها خصوصيات راح نشرحها واللي هي تختلف عن الميتوسيس، لكن كستيبس هي تقريبا نفسها لكن مضاعفة. فأول باراجراف هنا دا أذكرك بالميتوسيس cell division is an orderly process. Orderly process يعني دائما تصير من أول لحظة ينخلق بيها الجنين برحم أمه لحد آخر يوم بحياة الإنسان. أوكي، الديفيجنز مثل ما تعرفون مال هيجي سيل ديفيجن او اسمه سايكل، اول شيء يبدي بانترفيس وينتهي بسايتوكاينسيس، انترفيس then مايتوسيس then سايتوكاينسيس، والريزلت همينه اندرجو ذا سيم سايكل. لكن بالمايوسيس ذير از نو سايكل، يعني اكو سيل تبدي وتطلع لك سيل وهذيك السيل اللي تطلع تنتهي بعد، يعني السيل اللي راح تطلع بالنتيجة ما راح تقدر بعد تنقسم، السيل نفسها ما تقدر تنقسم، اللي هو الجميت او الجيرم سيل will not undergo any division. فراح تقول لي شنو فائدة المايوسيس؟ اقول لك المايوسيس هو فائدته بس to produce the gamete وتتوقف، فاذا ماكو عملية سايكل، there is no cycle، ماكو عملية السايكل، السايكل وين؟ بس بالميتوسيس، تمام؟ نفس الشيء اكو انترفيس وسيل ديفيجن، but this time it goes twice، two interface two cell division in order to reach to the gamete. اوكي، ولهذا there is mitosis one اللي هو عبارة عن interface و cell division وبعدين meiosis 2 اللي هو interface و cell division 2. Okay, each of these will be followed by cytokinesis as well. تمام؟ So there is interface 1, meiosis 1, cytokinesis 1 and there is interface 2, meiosis 2 and cytokinesis 2. تعريف الميوسيس is a specialized type of nuclear division which occurs only during the generation of gamete cells needed for sexual reproduction. هنا إذا أسألك سؤال أقول لك الطفل، طفل الإنسان أو خلايا طفل الإنسان اللي هي متموضعة مثلا بالreproductive system can undergo meiosis or cannot؟ هذا الجواب عليك. أوكي؟ Meiosis is called reduction division because it involves reduction of chromosome numbers after two rounds of cell division. يعني إذا تذكرون بالميتوسيس قلنا cells that will be born أو cells اللي راح تطلع من خلية أم واحدة هي اثنيناتهم identical، وحدة تشبه اللوخ اللي هي نفس خصائص الخلية الأم. بالميوسيس العملية تختلف، الخلية الأم بها خصائص والخلايا اللي راح تطلع بها خصائص تختلف عن الخلية الأم وتختلف حتى ما فيما بينهم، يعني مثلا السبيرمز تطلع أربع سبيرمات كل سبيرم تختلف عن اللي خصائصها الجينية، وبالإيجز is the same بالفيميل بارت. Each division will yield أو يحصل نحصل على two daughter cell. The parent cell which is somatic has the diploid number of chromosomes.
يعني الخلية اللي تبدي بدايتها المايوسيس، يعني السورس أو المصدر هو ديبلويد، خلية جسمية طبيعية وليس خلية جنسية. من تروح هاي الخلية الجسمية تنقسم مرة وثاني مرة، النتيجة النهائية هي هابلويد نمبر اوف كروموسومز او نصف اعداد الكروموسومات. راح تسألني راح تقول لي اذا هو بكل مرة اكو دي ان اي ريبليكيشن، شلون راح بالنهاية نطلع على هابلويد نمبر اوف كروموسومز؟ راح اقول لك شلون. In a human, the daughter cells that result from meiosis will further develop and get mature to become sperms and eggs. يعني هذني ال matured form of gametes. يعني اكو process هي ال gamete production. ورا ما توصل ل production قبل ما ننتهي لازم ذني ال gametes undergo او تروح او تخوض عملية الماتشوريشن أو النضوج على مود تطلع لي البرودكت النهائي اللي هو السبيرم والإيج. في حال إذا اتحدوا ذن السبيرم والإيج راح يبدي يصير عندي خلية جنينية، وتبدي هاي الخلايا تنقسم عبر عملية المايتوسيز أو الانقسام الخلوي الدائري، الظل مايتوسيز 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 إلى أن يصير جنين وإلى أن يصير بيبي ويخلق ويكمل حياته. This is the fundamental basis أو القواعد الأساسية أو الرئيسية بعملية السكشوال ريبرودكشن. وبهذا راح يستمر النسل مال الإنسان. فتخيل أنت from mom زائد from dad، إذا ما راح يصير reduction cell division، هاي طبعا خلايا خلينا نقول سوماتية أو جسمية، إذا أضيف خلية جسمية على خلية جسمية نفس الخلية الجسمية، يعني أخذ واحدة من خلايا الجذعية مال الأب وخلايا الجذعية مال الأم، إذا يتحدن راح يصير بالجنين ضعف العدد مال الكروموسومات، وبالتالي ما راح يصير إنسان. في حين ذني الاثنين هي خلايا جنسية have a reduced number of chromosomes، كل واحدة بيها نصف النمبر مال الكروموسومات، من يتحدن راح تطلع خلية تشابه خلايا الجسمية للأب والأم، وهي راح تروح أو تخوض عملية المايتوسيز ويبدي الجنين ينمو ويزيد حجمه. فد رؤية على المايوسيز. At the start of meiosis, the parent cell is diploid and the chromosomes are found in pairs. يعني شنو كلمة الكروموسومز are found in pairs؟ طبعا هنا بنقصد بيها الكروماتيد الواحد found in pairs، يعني شنو كل كروماتيد مشابه للكروماتيد الآخر لح يجي بصفه. هنا بالرسم هذا كروماتيد وهذا كروماتيد، لح يجي هذا الكروماتيد يجي بصف هذا، هذني متشابهات بهواية خصائص، same number of chromosomes، okay، with same alleles، يعني ذني تقريبا identical chromosomes، okay، فتسمى homologous chromosomes with similar genes similar alleles. طبعا ذن الهومولوجوس كروموسومز قبل ما يخوضون عملية الميوسيس 1 تسمى homologous chromosomes having same size and same versions of chromosomes similar alleles. بالنهاية ورا ما نخوض عملية الميوسيس 1 رح يصير عندنا homologous of chromosomes with similar size but difference in alleles، لأن رح تصير عملية الكروس اوفر، لكن يظلون يسمون homologous chromosomes. رح يسمون
crossed over homologous chromosomes. اوكي هنا بنقول لك على مود السمبليسيتي او البساطه على مود نشرح ما نقدر نشرح سيل نخلي بيها 23 بير او 64 بير اوف كروموسومز فهنا خلينا تو كلرز والديفرنت سايزز على مود انت من تعرف السايز هذا مقابل هذا السايز دول هومولوجس كروموسومز والصغار هومولوجس كروموسومز ذولا يسموهم كروموسومات هنا هذول قبل ما يخوضون الانترفيس والدبليكيشن ورا ما صار بيهم دبليكيشن ضعفوا من ضعفوا اجى سنترومير بيناتهم فذولا الكبار هومولوجس كروموسومز والصغار هومولوجس كروموسومز ذولا من اللي حيصير بيهم كروس اوفر الكروس اوفر حيصير بتوين منو بتوين الهومولوجس كروموسومز يعني هذا راح ينطي جزء لهذا وهذا راح ينطي جزء لهذا وسيم as this one وسيم البقية ال 64 pair of chromosomes ذول هنا شنو اسمائهم crossed over homologous chromosomes هنا دي يقول لك non homologous chromosomes منو هذا الصغير والكبير هذا crossed over chromosome منو الهومولوجس مالته هذا او هذا العفو هذا ويا هذا هذا ويا هذا باعتبار هذا نطل هذا وهذا نطل هذا هذني ما نطن واحد للاخ هو مو الكل تنطي اكو كروموسومات ما تنطي اكو هومولوكس ما تنطي اكو هومولوكس تنطي تمام يعني هنا واحد يطل للاخ الاخ ما ينطل يعني بالبير الواحد واحد كروماتيد يطل الاخر هاي طبعا كلش مهمة تفتهموها زين هسه نكمل هذا الرسم نفس الحكي هومولوجز هذول قبل ما يصير بيهم تضاعف من صار بيهم تضاعف ترى هنا نفس النمبر مال الكروموسومز يعني هذا الاحمر الواحد هو كروموسوم هنا تضاعف بس هو بقى كروموسوم يعني هنا 64 كروماتيد also named as 64 كروموسوم وهنا 64 X-shaped chromosome يعني هنا 64 وهنا 64 ولهذا ال 2N is the same وهنا diploid وهنا diploid من يصير meiosis 1 شلح يصير هذني ال 64 duplicated chromosome 23 اللي حتروح هنا و 23 اللي حتروح هنا فإذا هذا ال haploid number أو ال او نصف الكروموسومات اجى بكل خليه راح يتضاعف هذا ال 23 عفوا سوري راح تتضاعف ال 23 هنا تصير 64 وكل واحد منهم ينقسم وبالتالي راح تصير النتيجه بالبورن سيل هي 23 فاذا لو ما هذا الانقسام اللي يصير هنا راح يصير نصف ل 23 وهذا الشيء ايضا مستحيل لكن the result of meiosis 1 هو 23 وresult of meiosis 2 هو 23 فاذا in these two steps there is haploid number of chromosomes هاي عملية الميوسيس ملخصة إذا نحكي بيها details stage by stage we have to go interface 1 which got G1, S and G2 same steps مال الميتوسيس بال G1 everything is getting ready DNA synthesis organelles are duplicated اوكي بالاس 2 الدي ان اي والكروموسومات كلها تتضاعف بالجي 2 البروتين از كرييتد وتبدي تخلق السنتريولز والسنتروميرز اللي هي تفيدنا بعمليه السيل ديفيجن تمام فنجي هسه وراها بالسيل
division or meiosis one. Meiosis one contains prophase one, metaphase one, anaphase one, telophase one, and cytokinesis one. Okay, this one should be cytokinesis one. Sorry, interface should be only interface without بدون مضيف one. Cytokinesis أضيف لها one لأن أكو cytokinesis two. اوكي هنا شرح نفس الحكي اللي حكينا. نجي على كل فيس نشوف شنو خصوصيته. البروفيس 1 اوكي هنا الفرق بالبروفيس 1 عن البروفيس 2 لح تصير عملية pairing of X-shaped chromosomes. بالميتوسيس ماكو pairing of X-shaped chromosomes. كل ال X-shaped chromosomes يصطفون على يعني على plane واحدة اللي هو نشوفها بهذا على plane واحدة تبدي تصطف على plane واحدة لكن بال بروفيس ما يصير هذا الشيء اوكي هومولوجوس اكس شيبد كروموسومز كم توجذر اند لاي اب سايد باي سايد ان بروفيس 1 ذس لاين از كولد سينابسز وراها السينابسز ورا ما يصير سينابسز يصير عملية association of four chromatids يعني واحد يتصل باللاخ نهاية كل كروموسوم واحد تتصل باللاخ فتبينك عملية تتراد اللي هو أربع اتصالات كلمة تتراد يعني أربع اتصالات هنا هيك شيء ما يصير بالبروفيس of mitosis يصير بس بروفيس 1 of meiosis They stay in close proximity during the prophase and the next metaphase of meiosis 1. حقيقة يعني البروفيس 1 هو ميرز تقريبا ويا الميتافيس 1 لأن هي كلها عملية تحضير للكروس أوفر. فأول شيء pairing of X-shaped chromosome. Pairing يعني واحد يجي بالأخ. Tetraid appears. نقاط الاتصال تبين. تمام؟ هاي عملية البيرنج أو السينابسز وراها ذن اللي حيبدن يتصلن ويبينن كتتراد. Later non-sister chromatids of X-shaped chromosome pair with each other. شنو معناها non-sister chromatid؟ أكيد هذا ويا هذا non-sister chromatid لكن الأحمر الطخ ويا الأحمر الطخ هذا sister chromatid هسه هذا chromatid. وهذا كروماتيد هذا ويا هذا او هذا ويا هذا ما يسموهم سيستر كروماتيد لان each one is from different chromosome تمام فالكروسنج اوفر ايش حيصير بين منو بين منو نون سيستر كروماتيد تو نون سيستر كروماتيد اللي هم فيوزد توجذر ان بروكسيميتي صح هم أربعة هنا فيوز توجذر بس الكروس أوفر يصير بس between two نرجع على هاي الصورة يعني شوف الكروس أوفر هنا صار ما صار هنا في حين هذا الكروموسوم صار سوية بس ما صار بي كروسنج أوفر عملية جينيتكس معقدة ما راح نخوضها بس احنا بشكل سطحي نشرح عملية الكروسنج أوفر ايش حيصير بالكروسنج أوفر؟ راح يصير دي إن إي إكستشينج يعني دي ان اي يقطع منه جزء منه ويروح هنا وفايز فيرسا يعني نفس الشيء ينقطع منه يجي هنا ومنه ينقطع ويجي هنا ايش حيصير بهاي العمليه؟ Allow them to exchange their genetic information and each cell by now will have different allele than the original parent cell يعني لحد الان لازلنا نسميهم homologous chromosomes
Like in these homologous chromosomes, do they have the same size and similar alleles? لح تقولي لا. Similar size لكن different alleles. ليش؟ لأن خاضوا عملية crossing over والgenetic recombination. Okay. هذا رسم أيضا توضيحي. السينابسز ذني من يقتربن. بيحكي هو بس على هذا الكروماتيد، هو المفروض أربعة هنا متصلات، لكن قبل ما يصير بهم pairing هنا the crossing over راح يصير between these two non-sister chromatid of each chromosome. هنا صارت عملية genetic recombination والcrossing over، فبتبدل هنا اللون، في حين هذا الكروماتيد وهذا الكروماتيد ما صار بعملية crossing over. الريزلت شو يسموه recombinant daughter chromosome او recombinant daughter chromatid، يعني هنا كل خط يمثل كروماتيد وايضا at the same time يمثل كروموسوم، يعني كل واحد راح يروح الى خليه فيمثل هو الكروموسوم مال ذيك الخليه. تمام، هذا تسميه اكس شيبد كروموسوم، هذا كروماتيد كروموسوم. Note: After crossing over, the sister chromatids held together by centromere are no longer identical in terms of genetic information. They have now different alleles but similar size. Okay. It's a metaphase. After metaphase one crossing over is complete. يعني هو يبدي بالبروفيس 1 وينتهي بالبروفيس 2. Okay. The tetrad moves to the equator. Excuse me. يبدي بالبروفيس 1 وينتهي بالبروفيس 1 وبداية الميتافيس 1 تبدي التترادز او الكروس اوفر هومولوجس كروموسومز تصطف بالاكويتر بلين بهذا الخط المستوي also called metaphase plate. اوكي halfway between the two poles، يعني المسافة هنا تقريبا تشبه المسافة هنا، هاي البولز او هاي الاقطاب مع الخلية. اوكي appear as doubled paired X-shaped chromosomes. يعني هنا احنا شقد عندنا number من الكروموسومز، شقد عندنا؟ عندنا 64 46 doubled chromosomes، 46 doubled X-shaped chromosomes. من راح يصير انقسام نص هذا العدد 23 حيروح للخليه الاولى و23 حيروح للخليه الثانيه. اوكي the spindle fibers all kinetic cores will attach okay to the centriole from one side والother side to the centromere. اوكي no splitting occurs in the chromosomes via centromere. يعني الخيط هذا راح يجي بهذا السنترومير والخيط هذا راح يجي بهذا السنترومير، يجر الكروموسوم كله الاكس شيبد كروموسوم كله راح ينجر. تمام، فمن راح ينجرن راح يروح 23 لهذه الخليه و23 لهذه الخليه، فبالتالي الريزلت هو هابلويد نمبر اوف كروموسوم. Only during meiosis 1 it is possible to observe the paired recombinant X-shaped chromosomes at the equator where the metaphase plate appears. يعني بس بالmetaphase 1 of meiosis you can see recombinant homologous chromosomes. عندك الفيز الثالث anaphase during this stage of meiosis 1 and similar to meiosis 2 the cell starts to lengthen the two crossed over X-shaped chromosomes formed in pairs homologous pairs
will separate and each half will move towards its nearer pole. يعني هذا جزء التتراد الواحد كل جزء من التتراد راح يروح إلى خلية جديدة والسحب هذا يكمل ويصير عندي تقريبا خلية كاملة لكن غير منقسمة. كل خلية قلنا راح تحصل على 23 كروموسوم. بالتيلوفيز يبدأ الانقسام ويبدأ عملية النيوكليوس فورميشن، نيوكليير انفلوب فورميشن، وتصير تقريبا خليتين كاملة ready to undergo meiosis 2. The cleavage furrow, هذا الأخدود القاسم للخلية, will appear and prepare for cytokinesis. Cytokinesis 1 هي عبارة عن فد period of rest أو عملية preparation مال الخلية to undergo for interkinesis. Okay. الانتركينيسيس اللي هو البريباراتوري فيس اللي يعادل الانترفيس بالميتوسيس. Without DNA replication. Without DNA replication يعادل الانترفيس بالميتوسيس أو حتى الانترفيس بالميوسيس 1 لكن without DNA replication وهو عملية preparation of the cell to undergo in cell division. فهنا راح يصير عندنا راح يبدأ عندنا الميوسيس 2. هنا احنا اصلا عندنا 2 newly born cell with 23rd X-shaped chromosomes, which also means 46 sister chromatids joined by centromere. تمام. فذول ال 23 homologs or crossed over homologs will separate by splitting the centromeres and each sister chromatid will go to the newly born cell to represent a distinct chromosome. يعني هو مو كان X-shaped يعني duplicated chromosome راح يصير two chromatids. Each chromatid راح يروح للخلية جديدة وبعدين يصير بcondensation ويصير part of chromatin. Dense material of DNA. تمام؟ فبس ارجع على تسمية الكروموسوم والكروماتيد. يعني الكروموسوم الاكس شيب كروموسوم ورا ما ينفصل يصير كروماتيد. Each chromatid will consider one chromosome. لكن هذا الاكس كروموسوم اسمه ايضا كروموسوم. مو اسمه تو كروموسوم. هاي النقطة ارجوك ان تفهمها تعرفها على مود تفهم المحاضرة. By the end, you will have four daughter cells with haploid number of chromosome of single chromatid that will be represented. حقيقة هنا اكو فد خطأ بالرسم بالمحاضرة. رجاء شيلوا ال identical cells. انا يعني ما منتبه عليها ارجو المعذرة. لان then the four newly born cells will definitely will not be identical to each other. ليش؟ لأن كل وحدة مالتها genetic recombination يختلف عن الآخر. وبالتالي يعني هي شغلة منطقية هذين يعتبرهن sperms بالهيومن. لأن sperms هل من الممكن تكون كلها identical؟ إذا تكون كلها identical معناها كل مرة يصير بها newly born baby راح يطلع هو نفس الشيء. لكن كل سبيرم تختلف عن الأخرى فبالتالي راح يصير عندنا فد جينيتيك فاريشن. طبعا هذا از ريزلت ده اقول لك هسه نبدي نناقش كل بروفيس هو تقريبا سيميلر
للميتوسيس وسيميلر للميوسيس 1، هنا السبندلز فورميشن والاكستنشن، اوكي الديسنتجريشن اوف ذا نيوكليير ممبرين بالميتافيس، اصطفاف الاكس شيبد كروس اوفر هومولوجس كروموسومز ان ذا ميتافيس بليت، they align together in parallel line. والكاينيتيك كورز تبدي تشلب بالسنتروميرز اند ريدي تو سبليت ذيم، على مود يفصلهم. بالانافيس 3 رح يصير عمليه الفصل، ورح يبين عندك في شيب كروموسومز او في شيب كروماتيدز بعد ما تبدي تنفصل، تبين منشقه بهذا الخط او بهذا الاكويتر أو بهذا خط الاستواء بين القطبين مال الخلية. فبالتالي هذا الـ V-shaped. سؤال: الـ V-shaped يبين بالـ Anaphase 1؟ Definitely not. ليش؟ لأن هناك أكو X-shaped chromosome. فتخيل هذا الـ X ما راح يبين كـ V نهائياً، ما يبين. تمام؟ هذا يمين واحد من الـ Potential Questions. Telophase أيضاً راح يبدي تصير عندنا تقريبا خليتين كاملة، نيوكليار انفلوب يبدي يبين، كل خلية راح يصير بيها crossed over chromatids إضافة إلى chromatids which are not crossed over. هذا الأخضر ما بي genetic recombination هنا، في حين هنا بي genetic recombination، وهكذا. هذا الـ genetic variation. آخر شيء هو cytokinesis 2، اللي هو بالضبط خليتين من فصله ready to go for maturation. شنو هاي الماتوريشن؟ احنا من قلنا بداية المحاضرة هذني هسه طلع عن جميت، اوكي، لكن ذني اماتشور جميت او خلايا جنسية غير ناضجة. فبالهيومن هاي البروسيس ما تتم، الميوسيس 2 ما يخلص الا الخلايا الجنسية يصير لها عملية ماتوريشن. شنو هاي عملية الماتشوريشن؟ رح نحكيها لاحقا بعد ما نوضح هذا الجدول البسيط اللي هو عبارة عن comparison between mitosis and meiosis. Number of divisions هنا واحدة، هنا meiosis 1 و 2. Number of daughter cells المحصلة بالنهاية اثنين، هاي أربعة. Genetically identical cells. Yes, they are identical to each other and identical to the mother cell. في حين ذولا not identical to each other, not identical to the mother cell. The mother cell هنا diploid, the daughter cells, each of them are haploid. بيناتهم متشابهات؟ لا، لأن كل وحدة الكروس أوفر مالتها قد يختلف عن الآخر. كروموسومات هنا the number will versions are the same. هنا لا number ولا versions are the same، لكن number هو half. وين يصير بالسوماتيك؟ بكل خلايا الجسم، في حين هنا بس بالريبرودكتيف سيلز اللي هي موجودة بالأجهزة التناسلية. اوكي، شوكت all over the life. هنا شوكت تبدأ عملية الميوسيس بس من يصير sexual maturity بالميل، يعني بسن البلوغ عند الميل وعند الفيميل. شنو الـ purpose أو الـ role بالميتوسيس؟ هو الـ growth والـ repair. كلمة repair هو الـ replenishment، على مود نعوض الخلايا التالفة أو الخلايا الميتة. في حين شنو الـ purpose بالميوسيس؟ to produce gametes أو to produce النطف والـ eggs أو البيوض، على مود الإنسان البالغ يقدر يجيب offsprings أو ذرية. شنو الـ purpose مال الميوسيس؟ The purpose of meiosis is gametogenesis. Gametogenesis شنو؟ هي عملية produce, production and maturation, please, of gametes. مو بس عملية production، عملية maturation، عملية نضوج للgametes. الخلايا اللي تطلع عندي أربع خلايا من أصل خلية واحدة بالمايوسيس is to produce
cells that are able to reproduce. شنو reproduce؟ يعني على مود عملية تتحد. هذين الجميت اللي راح تطلع تتحد جميتات الميل ويا جميتات الفيميل على مود يصير sexual reproduction. هاي عملية الاتحاد هي عملية sexual reproduction أو عملية التزاوج والإنجاب مثلا بالإنسان بين الرجل والمرأة. للميل نبدي عملية سبيرماتوجينيسيس أو عملية إنتاج ونضوج النطف اللي تكون after maturation أو بعد النضوج ready أو مهيئة على مود تتحد مع الخلايا الأنثوية أو البويضات الأنثوية. Spermatogenesis is the male version of gametogenesis, which is the process by which haploid spermatozoa, اللي هو matured gamete, is being finalized as sexual cells in the seminiferous tubules, الأنيبيب المنوي of the testis بالخصية by the aid of meiosis reduction cell division. This process starts, this process starts with the mitotic division, يعني أصلها mitosis of spermatogonial stem cells, هاي لازم تحفظوها, located close to the basement membrane of the seminiferous tubules. These cells are diploid. يعني بداية العملية producing of gametes هي تبدي بالstem cells اللي هي خلايا جسمية somatic cell اسمها spermatogonium أو spermatogonial stem cells. من تنقسم راح اطلع لك spermatogonial stem cell أو primary spermatocyte اسمها. أوكي. عملية الميتوتيك cell division of spermatogonial stem cells will produce type A spermatogonial cells اللي هي ما تخوض عملية التحول إلى خلايا جنسية, لكن spermatogonial B cells هي اللي راح تقوم بعملية ال reduction division والproduction أو التحول إلى خلايا جنسية. أهم شيء تركز لي على type B. هذا الميتوسيس يطلع type B وtype A. هنا type A ما موضح بهاي الصورة, تمام, لأن حنركز على التايب بي اللي هو اللي حيخوض عملية الميوسيس والتحول بالنهاية إلى سبيرمز أو خلايا جنسية قابلة للتزاوج مع الخلايا الأنثوية. تايب بي سيرماتوغونيال ستيم سيلز also called the primary spermatocytes will divide meiotically, هاي الأجكتيف مع كلمة ميوسيس, into two secondary spermatocytes. هذني two secondary spermatocytes. They are also haploid, لأن هاي إحنا قلنا after meiosis one you will have haploid number of chromosomes with genetic recombination هنا واضح مو نفس الكروموسومات هنا. Each secondary spermatocyte will also divide to spermatid. هنا عندنا أربعة سبيرماتيد. عملية الماتوريشن يسموها سبيرميوجينيسيس. عملية الماتوريشن into sperm أو سبيرماتوزوا. السبيرم هي الماتورد جاميت اللي هي اسمها الآخر سبيرماتوزوا. هذين الأسماء كلها مطلوبة من عندكم وكلها يراد تحفظوها. السبيرماتوزوا هو الماتور ميل جاميت ready for fertilization with the female mature egg. يعني بالمقابل كل sperm قابل للاتحاد mature egg أو خلية البيضية للأنثى. Oogenesis is the process
of gamete formation in animals, and it is the female version of spermatogenesis, of sorry, gametogenesis. This process involves meiosis occurring in the primary oocyte, which is diploid. يعني هنا الخلية الجذعية يسموها primary oocyte to produce haploid ovum at the end of the reduction division. هذا الماتشورد اوفم وهاي الاوغونيوم ستيم سيل. اوكي اوغونيوم ستيم سيل راح تنقسم تطلع لنا برايمري اوسايت اللي هي عمليه خليه تخوض عمليه التحول الى الخلايا الجسميه وتطلع لنا انذر برايمري اوسايت ذات ويل اندرجو replenishment يعني تكمل انقسام هالميتوسيس الطبيعي ما تتحول الى خليه جنسيه. شو يصير بالبرايمري اوسايت اللي احنا interested to know what happens to it at the end of the day to produce the female gamete. Okay. Will further divide during meiosis 1 into two haploid cells. One of these cells termed as secondary oocyte. هاي السكندري اوسايت. هنا شوينا اكو اختلاف بالفيميل عن الميل. هالخطوة at the end of meiosis 1 بالميل تطلع لنا كل الخلايا او الخليتين يسموها secondary spermatocyte. لكن بالفيميل يختلف شوي الوضع. عندك secondary oocyte plus first polar body. هذا البولار بودي will produce two polar bodies by undergoing meiosis 2. لكن دول الثلاثه العفو الاثنين اللي لح ينخلقن لح يموتن يصيرن فد سله على مود الكروموسومات تروح بيها ويعني تكمل يصير بيها disintegration. هذه عمليه جينيه شوي معقده ما راح نخوضها لكن راح نبقى interested بالسكندري اوسايت اللي تنقسم ميوسيس 2 وتطلع لنا اوفم وسكند بولار بودي. يعني هنا عندك الفيرست بولار بودي مقال الاخير تو بولار بوديز ويل داي والسكند بولار بودي اولسو ويل داي. راح تبقى عندنا عايشه بس الاوفم اللي هي الاماتشور ايج يصير بيها ماتشوريشن بعمليه الاوتيدوجينيسيس. يلا نقدر نقول عليها هاي ماتشور جاميت او ماتشور ايج ريدي فور فرتلايزيشن with what? With spermatozoa or sperm. هاي عملية الاوجينيسيس اللي هي تشبه الى حد ما الميل لكن شوية اختلاف بالبرودكشن اوف بولار بوديز. عملية الفرتلايزيشن هي اتحاد بين ال ميل جاميت والفيميل جاميت تو برودوس زايجوت. الزايجوت هي الخلية الأولى بالحياة. الزايغوت اذا اسالك رح اقول لك هاي سوماتيك سيل لو جيرم سيل اكيد رح تقول لي سوماتيك. كروموسوماتها هي 46 كروموسوم ناتج من اتحاد كروموسومات الاب والام كل واحد منهم 23 كروموسوم على مود تطلع لنا 46 سوماتيك سيل اللي هي رح تبدي تنقسم. اقول لك which type of division the zygote will undergo meiosis لو mitosis اكيد رح تقول لي mitosis لان هي سوماتيك سيل. طبعا الاديشنال ريماركس هواي عرفنا منهن خلال هاي المحاضره على مود لا تصير كلش طويله وبالتالي يصير لها ابلود كلها مطلوبه من عندكم وكلها تجي منها اسئله بالامتحان. I hope this lecture will help. Thank you very much for listening. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.